قمنا هذا اليوم باستقبال معالي وزير الدفاع الدنماركي السيد مارتن بودسكوف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق، وتم التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة بين وزارتي الدفاع. الدنمارك من الدول اللي اشتركت في قوات التحالف ضد داعش، وكذلك مشتركة ببعثة الناتو اللي خاصة بالتدريب. تربطنا بدولة الدنمارك علاقة طيبة على مر السنين، وإن شاء الله هذه العلاقة تتطور بالشكل اللي يخدم مصالح البلدين. شكرا جزيلا على الزيارة، والحمد لله على سلامة الوصول. أولا أود أن أتمنى لقوات الأمن العراقية وللشعب العراقي رمضان مبارك. يسعدني أن أكون هنا في العراق لأتحدث إلى نظيري وزير الدفاع وزيارة الموظفين الدنماركيين. التقيت مع معالي وزير الدفاع العراقي للتو، وكان لقاء جيدا حيث أتيحت لي الفرصة لأبلغه تقدير الجهود العراقية المبذولة في قتالنا المشترك ضد داعش. قدمت القوات الأمن العراقية والشعب العراقي تضحيات كبيرة لضمان أن لا تطئ داعش قدمها مرة أخرى في العراق. كما أتيحت لنا الفرصة لمناقشة مهمة الناتو في العراق وعلاقة الحكومة العراقية مع بعثة الناتو. بعثة الناتو متواجدة هنا في العراق بناء على طلب ودعوة من الحكومة العراقية، ويسعد الدنمارك جدا المساهمة في هذه البعثة. وكما شكرت معالي الوزير على التعاون الجيد بين بعثة الناتو وقوات الدفاع العراقية، وأني أتطلع إلى استمرار الحوار والتعاون من أجل بناء عراق آمن ومستقر ومزدهر.